أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يأتي متأخرا للصلاة ثم يدخل في الصف الأول ويضايق من هم فيه، ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فهل فعله واستدلاله صحيح؟ لا، إذا كان يرغب الخير في الصف الأول يتقدم يبشر بالمجيء، أما أن يجلس في بيته أو في أي مكان ثم يأتي ويضايق الناس فهذا يسيء إلى المصلين. إذا كان عنده رغبة في الخير والصف الأول محبة هل يتقدم؟ نعم، وإلا يصف في المكان الذي ليس فيه مزاحمة. نعم.